هلا في عندنا في الخيارات هو موجود في كوريدور، نحط create simple corridor، create simple corridor، corridor create simple corridor، بعدين بنضغط OK، هلا شو بيطلب مني؟ select base line alignment، بيطلب مني ممكن نروح نعلم عليه او نضغط في كليك يمين بيطلع معي الالاينمنت اللي موجوده، بنختار بنعمل اوكي. شو بيطلب بعدين معي؟ select a profile، البروفايل شو اللي بدنا نختار؟ البروفايل بدنا نختار الديزاين، فبنضغط على اليمين وبنختار الديزاين اللي هي اللي اوت، اللي اوت بنحط اوكي. هلا بيطلب مني الاسمبلي، هاي الاسمبلي في عندي اثنين اسمبلي، عندي بدنا اسمبلي 1، بنحط اوكي. هلا بنحط اوكي بعد، هلا جينا على الالاينمنت، بنى مقطع العرضي للطريق حطه على الالاينمنت. هلا في خطوط موجودة، شو الخطوط هذه الموجودة؟ اللين، هلا لو جينا بالضبط في عندي أول خط بالسنتر، بعدين بيجي اللين الأول، بعدين اللين الثاني، بعدين الخطوط اللي هم موجودين في المقطع العرضي اللي هي هذا الخط، هذه النقطة بتبين معي، بعدين هذه الطبقة نهاية الطبقة، وبعدين نهاية الطبقة، بعدين عن نهاية النقطة هذه. طيب هلا بين معي بس لنهاية الطبقة الموجودة هون. طب انا بدي للكت والفل، بدي للكت والفل، يعني انا ما بدي الطريق بخلصش لهون، ممكن يكون في عندي كت فل اللي هي قطع بالنسبة شو بنحكي عنها، الميول الجانبية، الميول الجانبية هذه بدنا نعرفها في الكوريدور، على الكوريدور نعرف الكوريدور. لو علمنا على الكوريدور حطينا كوريدور بروبرتي، بدنا نعرف له الديلاين. هلا البراميتر، بنروح على البراميتر، على البراميتر بعدين بنحط ست اول تارجت، من الست اول تارجت بدي اغير شغله رئيسيه اللي هي السيرفس. هلا بدي يربط لي كميات الحفر والردي من سطح الارض الطبيعيه من الجراوند، حط اوكي، بتعرف مباشره تارجت سيرفيس، تارجت سيرفيس صار جراوند. هذا اول خطوه اللي من باراميتر ست اول، ست اول تارجت، وبنحدد من كليك الجراوند، بعدين بنحط اوكي. هلا بعدين بدي اعمل سيرفيس للكوريدور، سيرفيس للكوريدور. هلا السيرفيس الموجود معي بنعمل في عند الاشاره هذه اول مربع كرييت كوريدور سيرفيس، نضغط عليها بيعطيني السيرفيس. هلا هذا الكوريدور بدنا نخليه ديتم اللي هو يبني لي عليه، يبني لي عليه، نخليه ديتم بلس بلس. طيب شو حدود السيرفس هذا للكوريدور؟ شو الحدود اللي له؟ باوندري، نضغط في اليمين اد اوتوماتيكلي دي لايت سب، يعني لاخر القطع والحفر، حط له دي لايت سب، نحط ابلاي، راح يتغير شغلات عندي على الكوريدور، هيبين عندي مناطق الحفر، القطع، ومناطق الردم في اللون الاخضر وفي اللون الاحمر، في الاحمر وفي اللون. هذا بالنسبه للسيرفيس. هلا لو جينا على السيرفيس، في صار عندي سيرفيس رود اللي انا سميته سيرفيس رود كوريدور، عندنا بطلع الكوريدور. وصلنا لهون المرحلة، معليش لو بدنا بس السيرفس
تاع الكوريدور يبين، بنروح نحبط الجراوند كونو ديسبليه، يبين عندي سيرفيس الكوريدور الارض، مبين عندي هذول الخطوط الحمر اللي هيك، وعندي هون الفيل. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا بدنا نبين الميول، كيف بدها تكون الميول، كيف هلا الميول منتظمه، لان انا صممت على ميل 2%. لو رحنا على السيرفيس، سيرفيس وبعدين سيرفيس ستايل، لو حطينا على الديسبلاي اسلوب ارو، طلع كيف الشكل راح يكون منتظم، البورد موجود. ما ضويتها اسلوب ارو، اسلوب ارو، حط ابلاي، حطه، طلع الميل بشكل منتظم للطريق، تصريف المياه بشكل منتظم على اليمين وعلى اليسار بشكل منتظم، والالوان هذه بتدل على ميل الارض. هذا الشكل احنا صممنا الطريق بشكل صحيح. يعني لو جينا هون في عندي كف، فبتجي الميل تقريبا هون، هون لازم يكون في عندي خط تصريف. هذا الشكل، هذا الشكل الميل منتظم. اول كانت الخطوط بشكل عشوائي على السيرفس. طيب هلا خليكم تحسوا انكم صممتوا الطريق. لو ندخل ابلاي، اوكي خلينا كيف بدنا نشوف الطريق. لو علمنا على الكوريدور، في على الاناليز، بنروح على الاناليز، في فيزيبيليتي، لو حطينا درايف بمشينا على الطريق، مش مشكله. واللي طلع بمشينا على الطريق، بس هلا الطريق مش راح يبين معي 100%. ليه؟ لانه في عندي سيرفس الارض الطبيعيه وسيرفس الكوريدور، عشان خليني ابين بس الطريق بشكل اوضح من هذا الشكل. طريق هيو باللون الازرق. هذا في برنامج حكى عنه اسماعيل فيه، بس اطلع شايفين هون يا جماعه، شايفين هون هذا هذا ممكن اقيمه. هل ايه بنعمل سيرفيس كومباوند ببين بشكل افضل. في شيء ثاني جاي تتكلم عليه، لا مشغل، طلع زي ما نظره بشكل افضل. عشان نظره بشكل افضل لو رحنا على السيرفيس، طلعوا عشان ما تحكوليش كيف جبناه، كرييت سيرفيس، خليه كومباوند. هذا يمكن جابوني لما شفتهم. هلا كومباوند، الكومباوند بنروح على البيل، على الديفيشن، على الايديت. هلا انا بدي الصق فيه سيرفيس، اول سيرفيس بدي الصقه روح باس سيرفيس، السيرفيس الاول الجراوند، بعد الجراوند بدي احط الكوريدور، بعد الجراوند بدي احط الكوريدور، باس سيرفيس كوريدور، اوكي. خلينا نعاود نشوف طريق. درايف، واللي اختار دائما سبيل على شوي تعزل الشمال استاذ على اليمين، حط انتربيه البروفايل، سلكت البروفايل اللي اوكي،
طيب طلع لازم تخفي يا استاذ الحاج خلي بالصوره لا لا انا طبعا بنروح على السيرفس الاول اللي هو السيرفس الطبيعي بنحكي التنين وبنخلي بس السيرفس اللي انشأنا اللي هو الكومباوند نو ديسبلاي بلاي بس بنخلي السيرفس اللي احنا بقى ابلاي اوكي هلا قبل ما نشوفه على الدرايف لو جينا نطلع في الاوبجكت فيور بيبينش معك الاوبجكت فيور هيبين الشغل هيبين الشغل ممكن يبين معي بشكل اوضح في بعض تصميم لا راح يبين لانه انا بني هذا شكل مبين المسار مشكوك طيب هذا الشكل في عندي حفر وفي عندي ردم وتقطع خلينا نشوفه على الدرايف من الانالايز في الدرايف نختار الالاينمنت اوكي بعدين نختار اللي اوت اوكي مش راح يجيب لي السطح الطبيعيه راح يجيب لي الشارع مباشره بس بهذا الشكل بنحط خليه شو هلا بشوف هذا الشكل احنا صممنا الطريق ما ضل علينا الا نطلع ما ضل علينا الا نطلع الكميات الكميات ان شاء الله نبلش فيها بكره بس هلا بالنسبه بكره ان شاء الله بنكمل الكميات وكيف نطلع الكميات وبنفس الوقت راح نجيب لكم مشروع تبلشوا من الصفر فيه. بس خلينا احنا وصلنا هون اليوم. ما بصيرناش احنا بنحكي بدنا نطبق اللي طيب هلا اي شيء بنقدر كيف هيك تبين الشارع بشكل افضل من هذا الشكل؟ اول كان السيرفس تبين والله لا بدنا نزبطه بالكلام على كلش هذا الشكل